الرئاسي للمسؤولية الاجتماعية والذي سيعقد في من 1 إلى 2 فبراير. يا هلا ومرحبا فيك. حياك الله اختي الكريمة. يا هلا فيك، مساء الخير عليك. مساء النور، سعيدة بوجودي معاكم في هالجو الجميل، هالأمسية إن شاء الله الطيبة. وايضا احنا اكيد نشكرك على تواجدك معنا وقبولك لدعوتنا وللتعرف اكثر على هذا المؤتمر معك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المؤتمر سيكون المؤتمر الثاني للمسؤوليه الاجتماعيه للشركات، وستقيمه شركه بروميديا. الحقيقه انا متحدثه رئيسيه في المؤتمر ولست منظمه، لكن استطيع اني اقول ان هذا المؤتمر باذن الله راح يكون مؤتمر متميز بحكم معرفتي بالكثير من اللي سيساهمون في هذا المؤتمر. أسماء قوية، أسماء جميلة، أسماء معروفة بنشاطها في قضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات. بعضهم من الكويت، بعضهم من الخليج، وأيضا هناك خبرات أجنبية ستكون موجودة وستطلعنا على آخر المستجدات. الحضور للمؤتمر لابد من تسجيل لهذا المؤتمر، والحضور سيكون للعاملين في هذا المجال من مدراء تنفيذيين إلى مسؤولين الأقسام في المسؤولية الاجتماعية إلى مهتمين إلى العاملين في الشركات المختلفة. كل هؤلاء مهتمين بصورة أو بأخرى بموضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات، واللي أصبح يعني موضوع مو بس جميل، أصبحت كلمة المسؤولية الاجتماعية كلمة عامة، إذا تلاحظين كل من صار يستعملها. صحيح. يعني هي حتى في القضايا الاصطلاحات هذه تصبح كأنها موضة، يعني صح. الفترة نتكلم عن الإدارة فاستعملنا الإدارة في كل شيء، الآن نستعمل المسؤولية الاجتماعية في كل شيء، فكل من يتحدث مع الآخر فيقول أنت مسؤول اجتماعيا، وهذا صحيح، كلنا مسؤولين بنسبة أو بأخرى. لو لينا اللي بنفهم أو المقصود في المسؤولية الاجتماعية، شو ممكن تشرحين المسؤولية الاجتماعية؟ نعم، الحقيقة أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ما هي فكرة جديدة، من القديم، ونحن نعرف أن كل تاجر يعرف أنه عليه مسؤوليات اتجاه المجتمع الذي يعمل فيه. المسؤولية الاجتماعية للشركات لها تعريفين، لها التعريف المتداول اللي أغلب الناس تردده، ولها التعريف اللي إن شاء الله بالنقشة بالمؤتمر هو يعني التعريف الأوسع ربما الأكثر علمية. نبدأ بالتعريف العام اللي ودي أركز عليه، أن الناس تقول أن هذه الشركة لا يكفي أن تحقق الأرباح، ولا يكفي أن تكون جيدة مع موظفينها، بل ولا يكفي أن تقدم سلع جيدة، وأيضا لا يكفي أن تكون جيدة مع زباينها، عليها مسؤوليات اتجاه البلد الذي تتعامل معه. يتعاملون مع الشركة كأنها مواطن، وكما أن المواطن عليه حقوق وواجبات، فيتم الحديث عن أن الشركة عليها واجبات اتجاه مجتمعها. طبعاً. ومن هنا نشاهد الشركات تتنافس في قضية دعم قضايا المجتمع، نجد الشركات تتنافس في تقديم خدمات عامة، نجد الشركات تحاول أن يعني يكون لها دور اجتماعي فعال. إذا من بما أنك قاعد نتكلم عن التجار والشركات والمشاركين، هل شفت في اختلاف بين مشاركة التجار في الماضي وفي الوقت الحالي؟ نعم حقيقة، يعني يمكن غريب أني أقول أني أنا شخصياً أشوف أن تجارنا في الماضي كانوا أعمق في فهمهم للمسؤولية الاجتماعية من تجارنا اليوم. راح أشرح الموضوع. التجار في ماضي بالكويت في الماضي تجدين أنهم أنك لا تستطيعين أن تفهمي تاريخ البلد، تاريخ الكويت التربوي التعليمي والصحي والعام الثقافي والفكري بل والسياسي إلا لما تعرفين أن التجار كانوا مفاعل حقيقي فيه، كانوا مفاعل بأموالهم، كانوا مفاعل بجاههم وذواتهم بمعنى الصيت، السمعة، القوة اللي يملكونها، وكانوا مفاعلين بوقتهم. فكان التاجر يعي أن أكون مسؤول لا يعني أن أقدم المال، وإنما أن أقدم ما هو أكثر من المال. كذلك المشاريع اللي دخلوا فيها التجار في السابق كانت مشاريع تنموية بالمعنى الحقيقي، يعني المدارس في الكويت أنشئت، المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية أنشئت بدعم التجار. نعم. بلدية الكويت بدعم التجار، كذلك الحركة مثل ما قلت الثقافية وغيرها. فالتاجر كان يحسن اختيار المشروع الاجتماعي، وكان يريد أن يكون شريك حقيقي في التنمية. نعم. اليوم لدينا مساهمات ضخمة، يعني أنا في دراستي مثلا قطاع البنوك فقط في الكويت قاعد نتكلم عن على الأقل 300 مليون دينار. نعم. هي مجموع التبرعات اللي قدمت خلال ربما 25 سنة، مبلغ ضخم. صح. بعضها كان تطوعي وبعضها كان يقدم أسس كويت التقدم العلمي وغيرها من الجهات. نعم. نوعا ما إجباري.
لكن هذا المال بالأخير اللي يقدم للمجتمع لا يعني لا نستطيع أن نحن نرى آثاره كما رأينا آثار المال اللي قدمه التجار في السابق. فلهذا أعتقد أن التجربة السابقة لتجار الكويت تستحق الدراسة دائما، تستحق التأني، تستحق أن نحن نعرف كيف فهم التاجر بدون هالدورات والمؤتمرات دورة. لكن أيضا ما أنتقص من التجار اليوم. حقيقة أن شركاتنا للأمانة هذا المبلغ اللي قلت عنه الضخم تقدم البنوك، شركات الاتصالات، الشركات الكبيرة بالبلد بل وحتى الصغيرة منها بدأت يعني تتحدث. يعني نقول أنكم التمستوا الفرق بين مشاركة التجار في الماضي وفي الحاضر. يعني هذا رأيي الشخصي. أنا أعتقد نعم علينا أن نحن نتعلم من تجارب التجار اللي كانت في السابق إن شاء الله. ونستفيد منها، لأن بالأخير أغلب التجار هم أباء التجار اليوم. طبعا أكيد. نرجع لموضوع مؤتمرنا ومشاركتك فيه كمتحدثة في هذا المؤتمر. المؤتمر هذا المؤتمر الثاني يحصل، ولكن هي مشاركتك الأولى. نعم. فشنو اللي التمستيه في هذا المعرض عشان تقبلين على المشاركة فيه؟ صحيح. اللي الحقيقة أن موضوع المؤتمرات في قضايا المسؤولية الاجتماعية إحنا يعني دول أخرى سبقتنا فيها، منها السعودية. الحقيقة دول الخليج والسعودية يعني مثل ما أنا تابعت بالذات لديهم يعني خطوات جيدة في هالموضوع، لديهم مؤتمرات، لديهم خطوات. في قطر كنا حاضرين العام مؤتمر، فباقي دول الخليج هي أسبق منا في قضايا تنظيم المؤتمرات واللقاءات في هذا في قضية المسؤولية. لكن لا يخلو لا تخلو الكويت من تلك المؤتمرات، لكن أقصد حجم المؤتمر. هذه المؤتمرات ضرورية، هذا وقتها. أنا أتوقع أنها بتكون لها بصمة في مسيرة، لأني أعلم أن هناك الكثير من الجيدين في هالمجال والكثير من المحتاجين للخبرة. وربما المؤتمرات تصير منصة تجمع الطرفين ويكون نوع من تكوين العلاقات، تكوين المعارف، وبناء إن شاء الله قفزة جديدة في موضوع المسؤولية الاجتماعية. نتمنى إن شاء الله أن نجاح هذا المؤتمر إن شاء الله للمرة الثانية، وتكون المشاركات في أعمق أيضا من المؤسسات ومشاركات ومن التجار. والله يوفقك في مشاركتك الأولى فيه إن شاء الله، واللي إن شاء الله المؤتمر هذا سيعقد بتاريخ 1 و2 فبراير بإذن الله. شكرا. ولابد من التسجيل في المؤتمر، أحب أكد يعني هو ليس مفتوح الإطلاق. إن شاء الله بإذن الله باب المشاركة مفتوح لحد الحين لجميع المشاركين، ممكن أنكم تشاركون في هذا المؤتمر الجميل. ولكن حابة قبل أنهي حواري معاك أني أشكرك مرة ثانية على تواجدك معنا. شكرا لك. شكرا لك وشكرا أعزائي المشاهدين. مكملين معاكم ولكن بعد هذا الفاصل.